شفتوش عندنا نجوم في السماء. مستعد لمغامرتنا النهارده؟ مستعد جدا. طب عايزك بقى تقولي استعديت ازاي امبارح؟ عملت ايه النهارده الصبح؟ لا تمام، انا متوتر اكتر من الفاكت اللي احنا هننط من طياره ف بس انا تمام. طب قولي ايه اكتر حاجه موتراك، يعني النطه نفسها ولا الطياره ولا ايه بالظبط؟ انا بصي يعني الموضوع يعني اكيد انا لما بركب طياره ببص وبشوف فاهمه ايه الدنيا، بس عمري ما فكرت اللي انا ممكن ابص وانط في نفس الوقت فاهمه. طيب ادم، تفتكر سكاي دايفنج محتاج لياقه وعضلات وكده ولا لا عادي؟ لا انت بس محتاج مخك يبقى فاهمه، دماغك جاهزه اوكي عشان انت هتنط من طياره، ف يعني مش محتاج عضلات ولا اي حاجه، بس محتاج كوريج فاهمه. اوكي ودي موجوده عندك؟ هنشوف. احنا عارفين انك رياضي أوكي. وعارفين انك كسول وبتحب النوم جدا، صح؟ فازاي بقى الاثنين بتعملهم ازاي مع بعض؟ بص انا كسول قوي أوكي. قوي، بس في نفس الوقت انا عارف ان يعني عندي كارير وعندي شغل وعندي حاجات، وكمان بصي انا بحس ان انا يومي بيبقى احسن لما بتمرن فاهم قصدي، فبقوم نفسي كده انام لي 12 ساعه بس. بهزر ممكن انام 12 ساعه عادي، مش بهزر قوي يعني، بس مش كل يوم. وبعدين اقوم اروح الجيم ويومي بيبقى لطيف جدا بعد الجيم. ايه تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك؟ مش عارف الكلمه بالعربي، بس spontaneous يعني في اي وقت عفوي. صح، حد يكلمه يلا ننزل كذا كذا هو جاهز يجمع الحاجات ويلا ننزل. تاني حاجه يبقى open minded قوي، نجرب حاجات جديده فاهمه، يعني مخه يبقى مفتوح لنو experiences. هنعمل VR test هتثبت لنا بقى انت بجد تستحق المغامره دي ولا لا. يلا بينا. يلا. ايه الهاي سكور في اللعبه دي بقى؟ الحقونا. جامد، انا هكسب دلوقتي. ماشي يلا طير اسرع يلا. ليه انا بدخل بكل جسمي فاهمه؟ لا ده غريب جدا. لا 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 اثبت لنا يعني بالفي ار ان انت مغامر مش سهل خالص. اوكي واحنا دلوقتي خلاص مستعدين للمغامره بتاعتنا. دلوقتي اخر حاجه هتعملها قبل ما تطلع الطياره هتسجل فويس نوت. فويس نوت دي ممكن تبقى لنفسك او لاي حد. اوكي تمام يلا. تمام. حاجه غريبه بعد فويس نوت لنفسي، بس بص يا برو دلوقتي احنا خلاص جاهزين هنطلع على الطياره كمان شويه. اوكي فاخر حاجه عايزك تعملها قبل ما تطلع الطياره عايزك تقول لي انت كان نفسك مين يبقى معاك دلوقتي. بص كان نفسي اختي تبقى معايا قوي، بس هي في امريكا فصعب قوي. هتاخد موبايلك دلوقتي وهتكلم ملك وقول لها بقى كل حاجه، قول لها عن الاكسبيرينس بتاعتك، قول لها انت حاسس ايه، وقول لها ان هي لازم تيجي تعمل ده. اوكي تمام يلا بينا. يلا بينا. هاي ملك. هاي ادم. هاي عم. الحمد لله كويس، انت عامله ايه؟ انا كويسه. انت عامل ايه؟ بصي انا ام جونا سكاي دايف دلوقتي، اول مره يا ملك انط من طياره. ايه ده؟ طب مش خايف؟ مش خايف خالص، مش قلق. يعني بصي انا كنت متوتر قوي بس دلوقتي انا جاهز. جود لك، والمره الجايه بقى اخد معاك فور شور. يلا بقى هبتدي. ثانك باي باي. نجوم السماء.